فيما يتعلق بالتخصص اللي حضرتك مسؤول عنه في البنك وهو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حضرتك تقول لي اولا مدى الاقبال من الشباب والمواطنين على هذه الفكرة، لان انا حاسس ان طول الوقت في برضو ازمة ثقة شوية، في حالة من حالات التخوف عند الناس، يقول لك لا انا مش هتعامل مع بنك، حتى بيخافوا يروحوا يتعاملوا مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، يقول لك انا هاخد بتاع ومصيري هيبقى الحبس او السجن او كذا. فازاي نعدل الثقافة دي؟ هو الفكرة ده دلوقتي بقى في وعي كويس، احسن من زمان، يعني احسن من زمان كتير. كمان في تشجيع كبير جدا من بعد المبادرة بتاعت البنك المركزي، انه نقول ان في قروض للمشروعات الصغيرة او الصغيرة جدا بنسب فايدة 5%. كويس. ودي نسب طبعا مش موجودة في اي حتة في الدنيا. فالبنوك دلوقتي بقت بتشتغل في المجال ده، عايزة انها تنمو وفي المحفظة الائتمانية او في تمويل المشروعات الصغيرة والصغيرة والمتوسطة. من بعد المبادرة أصبح أنه البنك الأهلي مثلا، بالنسبة لي يعني بنتكلم على البنك الأهلي، المحافظات وفروع المحافظات بتشتغل بشكل متميز جدا في المجال ده. احنا في السنة اللي فاتت دي اللي هي من شهر 2 ساعة إعلان المبادرة بتاعت البنك المركزي، دلوقتي بنتكلم في حوالي 7 مليار جنيه within المبادرة أو جوه المبادرة بقروض ميسرة ب5% لحوالي 9000 عميل. تمام. 9200 عميل يعني. كويس. فده يعتبر طبعا مش الرقم المستهدف يعني، بس نواه كويسه. ده البدايه الكويسه يعني. طبعا المحفظه اكبر من كده بكتير، يعني محفظه المشروعات الصغيره المتوسطه موجوده في البنك بقى لها فتره اكتر من 5 سنين واحنا بنشتغل في المجال ده. احنا وصلنا ل 29 مليار للمشروعات الصغيره. ما علينا، نيجي نتكلم في حته المهمه اللي حضرتك اتكلمت فيها اللي هي الشباب. لما نقول انه القرض للصغير لحد بيبتدي لسه وممكن ياخد 50,000 جنيه بمستندات بسيطة، ده بقى موجود دلوقتي، يعني قللنا الإجراءات وبسطنا المستندات اللي هي بتعذب الحاصل أو اللي عايز يتقدم انه ياخد قرض، فبقت انه يقدر ياخد 50,000 بمستندات بسيطة. الاسبوع اللي فات او العشر ايام اللي فاتوا رئيس مجلس اداره في البنك برضو من لما سمع من الناس في الفروع سواء كانوا الموظفين او القائمين على الائتمان او العملاء كمان، فرفعنا ال 50,000 دي ل 100,000. فبقت 100,000 جنيه بثلاث مستندات بسيطين جدا، اللي هو ان واحد يكون عنده الملكيه للمكان اللي هو عايز، سواء كان ايجار او ملكيه للمكان اللي هيعمل فيه المشروع، وبطاقه الرقم القومي والسجل التجاري، مش محتاج كمان يعمل الترخيص، اصدار ترخيص اللي هو بيبقى اصعب حاجه في طبعًا الفتره اللي احنا فيها دي. وارتفع التمويل بتاعه من 50,000 ل 100,000. فده اي حد ممكن يبتدي مشروع لو عنده فكره كويسه يبتدي مشروع ب 100,000 جنيه، اعتقد انه يبتدي يعمل حاجه كويسه سواء كان مشروع تجاري صغير.